لينا نطلقوا من الصفر، لينا ملي جاو تجردوا من الممتلكات ديالهم وداك ما عندهم والو. شنو كان الهاجس ديال الاباء ديالنا؟ حنا كنا باقي صغار يقلبوا كي غادي تكون الوضعيه ديالهم في المغرب. اذا كانت هذا هذه اول حاجه بالمساعده ديال السلطات المغربيه. شنو دار؟ حولونا دارونا تحت الخيام، من بعد سكنونا في الديور، من بعد عطاونا الديور، عطاونا الفور، قال لك من بعد نتوما تكلفوا بالتأتيت ديالهم وداك الشيء. عاوتاني الاباء ديالنا عطاوهم العمل، كل واحد فين صيفطوه، على جميع الاقاليم المغربيه كل واحد فين صيفطوه. اذا في ذاك الوقت ما كانش عندنا هاد الاخر، كنا دراري صغار. شنو داروا؟ خصنا نقلبوا لكم فين تقراو، صيفطونا نقراو، كاين اللي مشى يقرا، كاين اللي باش يعاون الوالدين ديالو سمح في القرايه ومشى يخدم وهو باقي طفل. اذا هذا الشيء ما جا حتى نضجوا، كان داك الشيء واحد التشتت في المملكه. من بعد عاد تلاقينا وفكرنا نديروا جمعيه باش ندافعوا على الحقوق. هي هذيك فاش جات حتى 2006، ما كانش قبل، ما كانش شي حاجه قبل. ملي درناها نذكر عاوتاني كذلك ان الجمعيه راه دارت بزاف المسائل، ما نقولوش انها باقي الاخر. العائق اللي كتواجهه هو اللي هو التعامل مع الملف من طرف السلطات المغربيه حتى بذاتها، لان القرارات اللي تم اصدارها من طرف لجنه العمال المهاجرين وافراد العائله ديالهم كتوجه حتى للسلطه المغربيه، كتقولها خصها تاخذ الملف بجديه وتدافع عليه سياسيا واقتصاديا ودبلوماسيا. هاد المحاور اللي هضر عليهم الاستاذ راه هي مطالبه، لكن السلطات ديالنا ما دارت والو. باش تشوفوا واحد الاخر، الدعم اللي كتطلبوا الجمعيه غير طلبوا باش تقوم بالعمل ديالها، ما كاينش الدعم. كنتوجهوا للسلطات المعنيه كيقول لك الدعم ما كاينش. قلتي حنا جمعيه ما يمكنهاش تواجه دوله جزائريه، وعرفتي النفوذ اللي عندها في الوسط، في المحافل الدوليه. عرفتي شنو النفوذ اللي عندها الجزائر؟ بيسير كتستعمل المال، كتستعمل وسائل اخرى. ملي كنكونوا مثلا في سميتو لي سيسيون ديال سميتو المنظمه العالميه ديال حقوق الانسان، ما كاينش دعم من طرف سميتو الممثلين ديال المغاربه. الجزائريين ملي كيكون تما ويكون معنا البوليزاريو كانوا حضروا معنا في نقاشات وفي داك الشيء الاخر، ديما كاينين الجزائريين ديما موجودين بكثره ديما بالاخر، وديالنا ما كاينش، يخليك تدبر راسك وما يعطيكش حتى الدعم. قلنا لهم غير اما عطيونا الدعم ندافعوا حنا على القضيه الاخر ولا دعمونا. لكن بعد ما درسنا داك الشيء مع اللجنه المختصه في المنظمه العالميه لحقوق الانسان، قال لك لا، قال لك الدوله ديالكم خصها تكون معكم، ما يمكن لكمش تدافعوا انتم بوحدكم، تواجهوا دوله قد الجزائر. هذا هو المشكل، وهذا الشيء اللي كنطالبوا. ومثلا صدرت توصيات حتى في اتجاه الحكومه المغربيه، مثلا هاد الضحايا اللي تم التشغيل ديالهم في المناصب الدنيا ديال الوظيفه العموميه، ملي كيوصلوا سميتو السن ديال التقاعد كيتم افراغهم من السكن الوظيفي اللي عطاو لهم، وداك الوظيفي ولا سيما في قطاع التعليم ديال التعليم، كيقول لهم فرغوا، بمعنى انه يتم الطرد ديالهم مره اخرى، مره ثانيه تم طردهم من الجزائر. وملي يجي لهم نراعيو حقيقه، احنا متفقين بان السكن الوظيفي ملي تنتهي الوظيفه يخصو يخوي، لكن لا، احنا وضعيه خاصه ما خصهمش يطردوا، وكيواجهوهم بحكم قضائي. حنا دافعنا عليهم، حنا عندنا ممارسات مع بعض المحامين وداك الشيء، كندافعوا عليهم، كنقول لهم لا، هذا السيد ما عنده فين غادي يخرج، المعاش هزيل، كياخذ معاش هزيل لانه هو مصنف في السلم خمسه ولا سته ولا، فاش غادي يقضي به؟ غادي يكري ولا غيشري؟ ما يمكنش يشري دار، لان داك الشيء بسيط. اذا هذه المسائل هذه دافعنا عليها مع السلطات العامه، ودرنا لقاءات من الوزير الاول حتى الوزارات كلها، وزارة الخارجية، وزارة التضامن، وزارة السكنة، على هذه المشكلة درنا لقاءات، الوعود، واخا غادي نديرو غادي نشوفو. هذا في الحكومة السابقة بن كيران براسو جلسنا معاه، عطيناه ملف كامل، قلنا له ها الوضعية فين واصلة، والو، ما كاينش تجاوب. هذا هو المشكل اللي كنواجهوه دابا، أن الجمعية خليناها، القضية ها هي هنا، عندنا مشكل،
كاين الوضعية الجيوستراتيجية مع الجزائر، وهاد الورقة الدولة ديالنا ما بغاتش تلعبها، ديما كنفكروها بها في كل مناسبة في كل اخر كنقولها شو الجزائر كيجبد لك اي حاجة. وبالمناسبة راه حتى هما ما تنساوش بان راه لحد الان ملي كنواجههم في جنيف كيجبدوا الورقة يقول لك هذوك الجزائريين اللي تم الطرد ديالهم في 73 ملي تم التأميم ديال الاراضي. هي لا، ما كانش طرد، هذوك الناس عطاوهم الاختيار ان اما يبقى ويدير شراكه مع مغربي 50-50 والا ياخذ المستحقات ديالو ويمشي فحالو. وهذا الشيء اللي تم، هذوك الناس تم التعويض ديالهم ومشاو فحالهم، شي وحدين رجعوا للجزائر وشي وحدين باقي لحد الان كنعرفوهم راهم باقيين في وجده وعايشين بخير وعلى خير. وهما ديما كيجبدونا هذه الورقه في 73 راكو طردتوا الجزائريين، هي ما عمرها كانت